لازم اخد رايك في لعيب مصري هو فخر لينا كمصريين الحقيقه، وبيقدم يعني مستويات اكتر من رائعه في الفتره الاخيره، وفي يوم من الايام كان بيلعب لتشيلسي الانجليزي، وفي كلام على انه تشيلسي عنده رغبه في استعادته مره تانية. الكلام طبعا على النجم المصري محمد صلاح، رايك ايه فيه؟ رايك في المستوى اللي المستويات اللي بيقدمها مع 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 ليفربول، والحقيقه المستويات اللي قدمها كمان مع منتخب مصر لو كنت بتتابع بطوله امم افريقيا اللي انتهت بالامس. مو صلاح مو صلاح لاعب رائع، محمد صلاح كل عام يتطور في العام الأكثر منه. الأهداف التي سجلها صلاح والتي شاهدتها من الملعب أهداف يسجلها ميسي ومارادونا. لديه العديد من المهارات الفردية، لاعب خارق بكل ما تحمله الكلمة من معنى. محمد صلاح، وأنا أتحدث معك الآن أتخيل جميع الأهداف التي سجلها صلاح، لكن دعني أتحدث عن مباراة نهائي أفريقيا بالأمس. صلاح قدم أداء رائع، لكن المنتخب المصري للأسف قدم مباراة كانت صعبة، وكانت صعبة الحصول على أفريقيا للأسف. أنا حزين للمنتخب المصري لأن محمد صلاح قدم أداء جيد، وليس فقط محمد صلاح، منتخب مصر جميعا قدم بطولة عظيمة، لكن صلاح لاعب خارق ولاعب دعني أقول لك لا يعوض في الكرة المصرية، ويجب أن يفخر الجميع في مصر أن لديه لاعب مثل صلاح، لأنه في إنجلترا مختلف عن مصر.